أما عن تفاصيل مغادرته لهذه الحياة الدنيا فأنه كان يعني عنده ما نسميه بالحافلة أو الباص الصغير، وهذا الباص فيه يعني مواد غذائية للتوزيع، وأوقف هذه الحافلة في مكان. أما يعني التفاصيل يعني بالضبط فلا أحد يعني يحفظها، أو يعني لا أحد كان شاهدا هناك، ولكن الذي يتصور بأن هذه الحافلة كانت في مرتفع وبدأت تتدحرج إلى الوراء. هل هو ذهب ليوقفها؟ هل كان تصادف أنه كان موجودا هناك؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. المهم بأن ذلك الباص أو تلك الحافلة صدمته فارتطم في شيء، في جدار أو في عمود لا أتذكر جيدا، فسقط. ولكن بعد سقوطه ما الذي حصل؟ وبماذا كان ينادي؟ كان يقول يا الله يا الله يا الله. الآن يعصر القلب، الآن يعصر القلب الذي امتلأ بحب الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج منه إلا ما كان في ذلك القلب. كان يقول يا الله يا الله، إلى أن رآه ابن عمه حسب ما أذكر فقال له ساعدني. وكان يقول قبل ذلك يا الله ساعدني، فلما رأى ابن عمه قال ساعدني، فأخذوه في السيارة وكان يردد يا الله يا الله. ونفس ما كان يردده الشيخ خلفان العيسري رحمه الله رحمة واسعة، الكلمات الحاسمة، النهاية الحاسمة، الكلمات التي تشهد لهذا الإنسان صلاحه أو فساده، الكلمات الأخيرة. كان يقول يا الله، حملوه في السيارة وكان يردد يا الله، حتى بدأت الأنفاس تخفت. فكان ابن عمه يذكره ويقول اذكر الله، ويذكره بالله، إذا به يراه يرفع يده ثم تسقط تلك اليد. ومات إسماعيل، مات ذلك الرجل الذي كان يصول ويجول في خدمة الفقراء والمساكين، مات قاضي العائلة، مات ذلك الذي كان يلجأ إليه الناس ليضعوا ويودعوا عندهم الأمانات، مات من بنى بيتا وجعل فيه غرفة للعلماء والدعاء، مات قبل أن يسكن ذلك البيت ليسكن دارا خيرا من تلك الدار، ولينتقل إلى حياة خير من تلك الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الصحبة، هؤلاء الذين كانوا بيننا، هؤلاء الذين نأخذهم كمثال وكقدوة في هذا العصر، لا أن أتخذ لاعبا ولا مغنيا ولا ممثلا قدوة، فإن أولئك يدعون إلى النار، وهؤلاء الأصحاب الأخيار يدعون إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم نجلس من أجل العم المبارك مبارك، وجلسنا من أجل إسماعيل. لا تدري، هي الأيام تمر، في أسبوع أسبوعين فاتا، أسبوعين في نفس الأسبوع أربعة من الشباب ماتوا، حد منهم من مات على فراشه، ومنهم من مات وهو واقف، ومنهم ودون ما أي سبب، وخمسة ماتوا في الملاعب دون ما أي سبب، لأن الموت لا يحتاج إلى سبب.